في ظل التوتر السياسي الذي تعيشه صنعاء، لا تبدو محافظة تعز بمنأى عما يحدث. فجهود السلطة المحلية السياسية في تعز مكثفة من أجل رأب الصدع، خصوصا في ظل عدم وصول جولات الحوار بصنعاء إلى نتائج ملموسة. تمر بلادنا اليوم بظروف صعبة وقلقة وضبابية في المواقف. ما يدور في صنعاء اليوم لم تتضح صورته بعد. هناك حوار بين القوى السياسية المختلفة في صنعاء، المسائل المطروحة على البحث كلها خيارات، لم يتبين بعد ما هو الخيار التي سوف تسير فيها البلاد حتى اليوم. نحن نقول إنه الوضع الآن في حالة فراغ تسير فيه البلاد. المظاهرات في تعز ما زالت مستمرة حتى اليوم، تنديدا ورفضا لخطوات وقرارات الحوثيين، ورفضا لمخرجات ما يسمى بالمؤتمر الوطني الذي ينظمه الحوثيون. في اعتقادي بأن البوابة الحقيقية للجنوب هي تعز، وهم هدفهم لإسقاط تعز للسيطرة على باب المندب والسيطرة على بداية السيطرة على الجنوب. تعز دائما الممانعة كثيرا تعني لهم الشيء الكثير، وهم يستهدفوها بشكل أكبر. إجراءات أمنية كبيرة جدا في تعز أسفرت حتى الآن عن ضبط سيارة محملة ببزات عسكرية كانت تستعد لدخول مدينة تعز التي تعتبر صمام الأمان للجنوب، وبالتالي فإن عدم الاستقرار فيها يفتح الباب أمام انهيار ما تبقى من الدولة اليمنية. الأحداث السياسية المتسارعة في صنعاء جعلت من السلطة المحلية في محافظة تعز تخرج عن صمتها السياسي لتحدد موقفها الواضح والرافض لهيمنة طرف سياسي واحد على بقية الأطراف السياسية. وائل العنسي، سكاي نيوز عربية، محافظة تعز.